الحمد لله. لا شك أيها الإخوة أن طلب العلم منزلته عظيمة. أول معلم في هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول المتعلمين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعلمون يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتعلمون يتأسون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلب العلم له منزلة عالية جدا، سواء كان الإنسان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى. فإذا اجتمع في الإنسان إيمان وعلم فإنه يستحق الرفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في طلب العلم أجوراً كثيرة، سأذكر لكم شيئاً واحداً وما وراءه كثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه كان له كأجر حاج تاماً حجته. ولا بد يا طلاب العلم في طلب العلم من الإخلاص لله عز وجل، لأنه عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لا يجد رائحة الجنة يوم القيامة. فينبغي أن نخلص لله عز وجل، وينبغي أن ننشط في طلب العلم، لأن المحققين من أهل العلم يقولون: أفضل النوافل طلب العلم، أي أفضل ما بعد الفرائض من الأعمال طلب العلم. هذا فيما لم يكن فرضاً، أما الفرض منه فهو من درجات الفرائض، لكن ما زاد على ذلك. طلب العلم خير النوافل ورأس النوافل، وذلك ينبغي أن ننشط. وأمتنا بحاجة إلى طلاب العلم الذين يتعلمون التوحيد والسنة والفقه الصحيح ويعلمون الناس. فوصيتي يا طلاب العلم أن تجتهدوا. واسمعوا ماذا يقول ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الجنة لا تنال إلا على جسر من التعب، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. فلا بد من النشاط، ولا بد من العزم، ولا بد من الإخلاص لله عز وجل من قبل ذلك، ولا بد من العمل بالعلم. لا تكن يا عبد الله كشمعة تحترق وتضيء للآخرين، ولكن كن كالسراج يضيء ما بداخله ويضيء لمن حوله. فداخله مضيء وهو يضيء لمن حوله. واعلموا أن السلف كانوا يتعلمون لأنفسهم ثم يفيضون العلم على الناس، فاعملوا بهذا واحرصوا عليه، لعل الله عز وجل أن يجعلكم من خير عباده. واعلموا أن طلب العلم في هذا الزمان له مرتبة عالية جدا، لأن في زمن الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، أنتم تذهبون إلى المعاهد الإسلامية يأتيكم من يقول: الدراسة النظامية تصبح طبيباً، تصبح مهندساً، تأتيك أموال كثيرة، أنت إذا ذهبت تدرس في المعاهد الإسلامية ما تجد شيئاً نحو ذلك. اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج يعني في زمن القتل، والمقصود في زمن الفتن. فكونك تثبت على العبادة في زمن الفتنة وحولك من يريد أن يفتنك، أجرك كأجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
المعلوم يا إخوة أن الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت بفتح مكة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لكن أنت اليوم يمكن أن تنال أجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ بأن تحرص على العلم الشرعي، بأن تعبد الله في زمن الفتن، فتؤجر أجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذا كيف ما نصبر يا إخوة؟ لو علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي وطلب منا أن نهاجر إليه من إندونيسيا إلى المدينة مشيا، والله سنفعل إن كنا مؤمنين. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقي لنا أجر الهجرة. فيا طلاب العلم، اعلموا أنكم وأنتم تطلبون العلم في زمن الفتن تعبدون الله، والعبادة في زمن الفتن كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر يطول، والله أعلم.